المشروع الصغنن ده بعد ما خلص ثانويه عامه بتاعته. هو عباره عن اعمال بالفوم اشكال مختلفه، ممكن تحط فيها اقلام، تحط فيها بنس، تحط فيها دبابيس، تحط فيها حاجات زي كده. طبعا منهم ان هم السنه دي التضامن مع البنك ومع كذا حاجه عاملين سبونسرنج يعني للاحتياجات الخاصه، فده شيء جميل جدا لانه بيديهم فرصه انهم يتعرفوا بالناس والناس تتعرف بشغلهم ويبقى حاسس باستقلاليه، يعني حاسس ان هو عامل حاجه. انا اتخرجت وبشتغل موظف والمرتب مبقاش مكفي، فلقيت ان افضل وسيله ان احسن دخلي يعني، فعجبتني فكره المفروشات والشغل على الازاز والمرايات، والحمد لله يعني بدات اتوسع شويه وبنزل معارض كتير. طبعا اهم معرض جاته كان معرض النهارده والحمد لله على كل شيء. هو المعرض كويس بس انا اول مره اشارك فيه، بس يعني الناس يعني بتقول ان هو مش زي كل سنه يعني، ممكن يكون عشان يعني موافق معاد ومع بعض الامتحانات طلبه ومدارس وجامعات.